أهلا بكم في حلبة المواجهة. لدينا في الركن الأحمر الميجالودون، سمكة قرش عملاقة قديمة سيطرت على كل الكائنات البحرية في العالم، سنسميها الميج. انقرضت قبل حوالي 3,500,000 سنة، لكنها لا تزال مخيفة كما كانت في السابق. يعتقد بعض الناس أنها لا تزال مختبئة في أعماق أحد البحار في انتظار الوقت المثالي لبدء التجول في عرض البحر مجددا. لدينا في الركن الأزرق ميجا بيرانا، تحب اسم الدلع المؤلف من أحرف اسمها الأولى MP، وهي سمكة نهرية انقرضت قبل عدة ملايين السنين ومن الأقارب البعيدين لسمك البيرانا المعاصر. تخيف عينها وأسنانها المرعبة كل الصيادين وتجعلهم يهرعون إلى الشاطئ، وهي معروفة بجوعها الدائم ولا تحب ترك أي بقايا من طعامها. لنبدأ النزال. تدور الجولة الأولى حول الحجم. لا يزال هناك خلاف كبير حول حجم الميجالودون. للأسف البقايا الوحيدة التي عثرنا عليها حتى الآن مجرد بضعة أسنان عملاقة وفقرات، لذا ليس بوسعنا سوى تخمين حجمها الحقيقي. لكن تشير الحسابات إلى أن طول سمكة القرش القديمة هذه بلغ 15 مترا، أي بطول عربة متر الأنفاق. ونعم، الحوت الأزرق أكبر مخلوق بحري في العالم وبضعف الطول تقريبا، لكن لا تزال الميج أكبر سمكة قرش في العالم. يبلغ طول قرش الحوت ثاني أطول قرش حوالي 12 مترا فقط. ماذا عن MP؟ طيب، لم يعثر على بقايا كثيرة لها. وجد الباحثون جزءا من فكها والعديد من أسنانها الوحشية في أمريكا الجنوبية. بعد تشكيل جسم البيرانا توصلوا للاعتقاد بأن طولها كان مترا واحدا، وهذا ضخم بالنسبة لأسماك المياه العذبة. كانت MP ملكة الأنهار بلا شك، لكن عندما تضعها أمام الميج فإنها أصغر منها بكثير. الميج أكبر ب15 مرة تقريبا، لذا تربح هذه الجولة 1-0. لننتقل إلى الجولة التالية، الوزن. نعلم أن الميج بحجم عربة متر الأنفاق، هذا مبهر، لكنه ليس مبهرا كوزنها الذي قد يصل إلى 60 طنا. يبلغ وزن طائرة بوينغ 737 الفارغة حوالي 40 طنا، وهي مصنوعة من المعادن، بل إن بعض المنازل أقل من ذلك الوزن. وزن MP محل خلاف، لكن يمكننا تخمينه بناء على أقاربها المعاصرين. لنفترض أن وزنها كان حوالي 41 كيلوغراما، هذا قليل جدا، لكن تذكر أنها لم تصطد بمفردها. عندما ترى هذه السمكة طعاما يعجبها فإنها تحضر كل صديقاتها حوالي 100 ميجا بيرانا، يعادل هذا سيارتي دفع رباعي من أسنان عاضة. لكن مع ذلك فهذا أقل بكثير من وزن الميج، لذا تتصدر الميج الجولة 2-0. الفئة التالية، خفة الحركة. ساعدت عضلات الميج الضخمة على وصولها إلى سرعة 17 كيلومترا في الساعة. ساعدها ذلك على الشعور بالراحة في المياه ومطاردة أي شيء يجذب اهتمامها. لكن في عالم المياه لم تسجل الميج أي رقم قياسي. يتميز سمك الشراع بشكل خاص مصمم لغرض واحد، السرعة 109 كيلومتر في الساعة، وهذا أسرع ب6 مرات من الميج المسكينة. إنها مثل جبل من العضلات، قوية لكن ليست فائقة السرعة، كما أنها طويلة جدا ويصعب عليها الاستدارة بسرعة فائقة أو التوقف فجأة. يعتقد الباحثون أن سرعة MP كانت قريبة لسرعة أقاربها المعاصرين، 24 إلى 40 كيلومترا في الساعة، ولديها حركاتها الخاصة. يعتمد نمط حياتها بالكامل على الحركات المفاجئة والسريعة، وعندما تكون مع صديقاتها فإنهن يتحركن كسمكة واحدة ويغيرن اتجاههن في جزء من الثانية. تربح MP الجولة 1-2، ولا تزال الميج متصدرة. عظيم. الجولة التالية، الأسنان. مثل أي سمكة قرش تتمتع الميج بأسنان عملاقة، مثلثات بطول 18 سنتيمترا، أضخم أسنان على وجه الأرض، وكانت تتمتع ب250 سنا. كانت أسنانها موزعة في 5 صفوف، وكل سن كان حادا. يمكنها عض أريكة أم الجلدية الجديدة بلا أي مشكلة. تعني كل تلك الأسنان شيئا واحدا، فك في غاية الضخامة. يمكنك التمدد هناك إن أردت، بل يمكنك حتى ركن سيارتك فيه طالما ظللت مستعدا للتضحية بها.
كانت عضة الماج فائقة القوة وكان بإمكانها قضم المعادن بسهولة، لكن أسنان أمبي قوية مثل أسنان الماج. كانت أصغر قليلاً بالطبع لكنها حادة كالشفرة. أسنان أمبي ليست مصفوفة في صف واحد، بل مرتبة في نمط متعرج. عندما تغلق فمها تندمج هذه الأسنان معاً مكونة جداراً من شفرات حادة. تتميز أمبي ونسلها بأقوى عضة في كل الفقاريات بالنسبة لوزنها. يمكنها التشبث بشيء يزن نصف طن. هذه الجولة تعادل مع ميغ في الصدارة 3-2. جولة مكافأة، حقائق شيقة. الميغ نجمة سينمائية مشهورة وظهرت في العديد من قصص الرعب. في كل مرة يرى صياد ظلا عملاقا تحت الماء يفقد صوابه، يمكن للميغ تدمير قاربه بعضة واحدة. لكن رغم أننا نعرف حجمها، لكننا لا نزال نجهل شكلها الذي لن يليق سوى بوحش بحر غامض. تعيش معظم أسماك القرش في المياه المالحة، لكن تتواجد بعض أسماك القرش في المياه العذبة. تعيش في أنهار ضخمة مثل الأمازون أو في بحيرات وأنهار أصغر في كافة أنحاء آسيا. ملمس جلد الميغ مثل ورق الصنفرة كسائر حال معظم أسماك القرش. كل تلك النتوءات الصغيرة على جلدها موجهة إلى ذيلها، مما يساعدها على الانزلاق عبر المياه. لديها طريقتان للرؤية، يمكنها رؤية الأشكال والألوان مثل البشر، لكن رؤيتها الليلية أفضل بكثير، كما أن لديها مستقبلات كهربائية خاصة تمكنها من رؤية التغيرات في درجة الحرارة وحتى المجال الكهرومغناطيسي لحيوان آخر. أمبي مخيفة للغاية أيضا، فيمكنها أكل وجبة كاملة في دقائق، ويخاف الصيادون في أمريكا الجنوبية من أسماك البيرانا العادية. تخيل الآن لو واجهوا أمبي وجها لوجه، ستصبح نجمة أفلام رعب عظيمة. عندما يخرجون أسماك البيرانا من الماء تصدر أصواتا غريبة جدا مثل نباح الكلاب، وعندما تقترب هذه الأسماك من بعض فإنها تطلق صوتا يشبه زعيب الغراب. تربح أمبي الجولة بفضل نباحها 3-3. عظيم. الجولة النهائية لنسميها مهارات الأكل. سنبدأ مع أمبي. النهج الأساسي لكل أسماك البيرانا بما في ذلك أمبي الإحاطة والإيقاع. تستخدم سرعتها وخفة حركتها الرائعة لمفاجأة أكثر الأسماك رشاقة. على العموم تبحث عن الطعام في أسراب، لذا إن تفاديت واحدة فلا تزال هناك 99 سمكة أخرى في انتظارك. لا تحب أمبي الأسماك الصغيرة فحسب، يمكنها مع صديقاتها تناول بوفيه كامل من المأكولات البحرية. قد تكون الميغ الأعظم في كل العصور، لكن ليس بسبب عضلاتها أو أسنانها الضخمة، بل لأنها تستخدم دماغها للعثور على الطعام. لا تذهب الميغ إلى أي مطعم عشوائي فحسب، بل تخطط مسارها وتعرف أين ستتوقف وأين ستجلس، وتعرف كيف تحصل على وجبة بالطريقة التي تحبها. تحب الميغ ضرب فريستها في أي نقطة ضعف يمكنها العثور عليها، الذيل أو الرأس أو البطن. كل وجبة تحتاج إلى استراتيجية مختلفة. وتحب الميغ صيد فريستها أحيانا بخبطها برأسها. نقطة واحدة للميغ لاستخدام رأسها. إنها في الصدارة 4-3. دق الجرس، حان وقت المواجهة الأخيرة، آخر فرصة لسمكة أمبي. في العادة لا تعيش أسماك القرش في المياه العذبة مثل أسماك البيرانا، لكن الميغ قوية جدا لدرجة أنها قادرة على تحمل أي بيئة. أمبي وصديقاتها يتربصن في القاع في انتظار مرور فريسة لذيذة بالجوار. لكن الميغ تتميز ببصر حاد، لذا ترى الأسماك المختبئة. تغوص للأسفل، لكن أمبي سريعة وماهرة للغاية. تتفادى كل المجموعة فك الميغ الضخم. تستدير الميغ للمحاولة ثانية. إنه فخ. تقود أمبي رفيقاتها في هجوم مباشر. تحيط الأسماك بالميغ وليس لديها مكان تذهب إليه، لكن جلدها سميك جدا لأسنان أمبي، لذا تغير أمبي استراتيجيتها وتطلب من صديقاتها استهداف ذيل الميغ وزعانفها، فالجلد رقيق هناك. ميغ في ورطة. حان وقت العودة إلى المياه المالحة الآمنة. تطاردها أمبي بسهولة، لكن الميغ كبيرة جدا عليها. تعود إلى البحر حيث لا يمكن لأمبي وفريقها مطاردتها. تربح أمبي الجولة النهائية، والنتيجة التعادل 4-4.